متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير تقريبا إلى خلوص سماء المملكة من تواجد للسحب والغيوم الهامة، سواء بعض السحب والغيوم في المنطقة الشمالية للرياض، وبعض السحب الركامية الرعدية تكاثرت اليوم في ساعات الظهر في مناطق الباحة ومرتفعات أبها. خلال الأيام القادمة تغييرات جذرية متوقعة على الأجواء، حيث نهار هذا اليوم انتفعت كتل هوائية حارة بشكل عام في المنطقة الغربية للمملكة. هناك منخفض جوي 50 يتوقع أن يتحرك باتجاه مناطق بلاد الشام، الأمر الذي يدفع بهذه الكتل الهوائية الحارة والتيارات الهوائية الساخنة على عموم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى نهار يوم غد الخميس، في حين يتعمق هذا التأثير يوم الجمعة خاصة على المنطقة الوسطى والشرقية، بالإضافة للمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، بشكل يسمح بوصول درجات الحرارة إلى ما يتجاوز 35 درجة مئوية مثلا في العاصمة الرياض. على الجانب الآخر، كتلة هوائية باردة تندفع خلف هذا المنخفض الجوي في المنطقة الشمالية يوم الجمعة، تصل إلى المناطق الوسطى والشرقية نهار يوم السبت على وجه التحديد، محدثة انقلابا هائلا على درجات الحرارة وانخفاضا حادا وكبيرا بمشيئة الله تعالى. هذا الأمر أيضا يترافق مع تأثر المملكة بموجات غبارية وعواصف غبارية يتوقع أن تبدأ يوم الخميس، وتكون تأثر بشكل أساسي على المنطقة الشمالية من المملكة. أما يوم الجمعة فتؤثر أيضا بعض الموجات الغبارية في بداية النهار على مناطق الوسطى والشرقية، في حين تندفع عاصفة رملية بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات بعد ظهر يوم الجمعة نحو المناطق الوسطى والشرقية والشمالية، وتصل في نهاية الأمر مع ساعات صباح يوم السبت إلى المنطقة الجنوبية وبعض مناطق الجيران وبعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. هذا ما سنوضحه من خلال التسلسل الزمني لهذه التوقعات الجوية بعد قليل، ولكن هذه الخريطة تشير إلى أكثر المناطق تعرضا لهذه الموجات الغبارية المتوقع أن تكون ما بين يومي الخميس والسبت، حيث يتوقع أن تكون أولى وأهم المناطق تأثرا هي مناطق القصيم، المناطق الشرقية، محافظة الرياض بمشيئة الله تعالى. تأتي في المرتبة الأخرى حائل والحدود الشمالية والجوف أيضا وحفر الباطن، في حين تأتي في المرحلة الثالثة منطقة نجران. التسلسل الزمني لهذه التأثيرات الجوية المغبرة على المملكة يكون كالتالي: غدا الخميس تيارات هوائية غربية نشطة جدا تعمل على حدوث موجات غبارية قد تصل إلى حد العاصفة، تشمل الجوف، القريات، الطريف والحدود الشمالية وعرعر، ربما تصل أيضا منطقة رفحاء، وتنتقل هذه الأتربة والرمال إلى المنطقة الشمالية لتصل إلى العراق بمشيئة الله تعالى. بعض الأتربة والرمال المثارة في المنطقة الوسطى المملكة، ولكن تكون متباعدة زمنيا ولا تستمر لوقت طويل. أما اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة فيتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية بشكل كبير، وتصل إلى سرعة هبات في المناطق الحدودية مع الأردن والعراق إلى أكثر من 100 كيلومتر بالساعة. يتوقع أن تتشكل عاصفة رملية قوية على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية بمشيئة الله تعالى، وذلك مع ساعات صباح يوم الجمعة. في ذات الوقت تندفع رياح قوية جنوبية غربية على مناطق شرق المملكة، محدثة موجات غبارية كثيفة على مناطق الدمام والجبيل على وجه التحديد وعموم المنطقة الشرقية من المملكة. أما مع ساعات ظهيرة يوم الجمعة تنتقل هذه العاصفة الرملية لتقترب أيضا من مناطق حفر الباطن، القصيم، شمال منطقة الرياض، حائل وسكاكة وعرعر، ورياح قوية شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة تصل سرعة هباتها ما يتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، في حين يتوقع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية على مناطق شرق المملكة على وجه التحديد، بالإضافة لأن العاصمة الرياض ومناطق الدوادمي وغرب الرياض تتوقع تتأثر بتيارات هوائية نشطة تعمل على حدوث موجات غبارية كثيفة، لأن الموجة الغبارية الأساسية والعاصفة الرملية تكون متواجدة في هذه المنطقة. مع ساعات ليلة الجمعة على السبت تصل وتشتد العاصفة الرملية لتغطي كامل المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، منطقة الدوادمي، المجمعة، القصيم، حفر الباطن، المنطقة الشرقية بما فيها الجبيل والدمام، وتبقى هناك رياح نشطة في المنطقة الشمالية على شكل أتربة مثارة بمشيئة الله تعالى. تتدنى الرؤية الأفقية مثلا في العاصمة الرياض إلى مستويات منخفضة وربما تنعدم أيضا، تكون هناك رياح نشطة جدا مصحوبة بهبات قوية في عموم المناطق الوسطى قد تتجاوز سرعتها أحيانا 100 كيلومتر في الساعة. وصباح يوم السبت تنتشر هذه العاصفة الرملية تصل إلى المنطقة الجنوبية من المملكة بما فيها نجران، إضافة إلى الإحساء وأيضا دولة الإمارات وقطر والبحرين، مع بقاء الرياح الشمالية نشطة جدا في المنطقة الشرقية مثيرة المزيد من الغبار والأتربة المثارة. في ظل هذه الأجواء بشكل عام، هذا استعراض سريع
لتوقعات كثافة الغبار في العاصمة الرياض، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يرتفع بشكل تدريجي يوم الجمعة ويبلغ ذروته مع ساعات مساء الجمعة وليلة الجمعة على السبت، ويتراجع تركيز الغبار في العاصمة الرياض نهار يوم السبت، في حين يكون متوسطا إلى خفيفا نهار يوم الخميس بشكل عام. في ظل هذه الظروف الجوية وتصادف ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع، ينصح بعدم الخروج إلى البر أو إلى الرحلات الخارجية البرية في ظل هذه الظروف، إما بسبب العواصف الرملية والغبار أو حتى بسبب شدة سرعة الرياح، وذلك في المناطق التالية: في كل من الجوف والحدود الشمالية، حائل والقصيم، حفر الباطن، المنطقة الشرقية والرياض، هذه مناطق ننصح الإخوة المواطنين جميعا بعدم الخروج في رحلات برية في ظل هذه الظروف الجوية. المناطق الغربية تكون الأمور بها أفضل، مع الانتباه من اضطراب البحر على السواحل الشمالية والوسطى المتاخمة للبحر الأحمر. هذا طبعا بشكل عام ملخصات حول الأحوال الجوية المتوقعة. لكن بالعودة للحالة الجوية في العاصمة الرياض ليلة الأربعاء الخميس، فالطقس بوجه عام مستقر، درجة حرارة 17 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، نلاحظ أن غدا الخميس 32 درجة مئوية في ساعات النهار، الصغرى 23 درجة مئوية، أجواء عاصفة ومغبرة ولكنها حارة للغاية يوم الجمعة، 36 درجة مئوية في العاصمة الرياض، ليلا عاصفة رملية والحرارة 17 درجة مئوية، وكما نلاحظ 10 درجات انخفاض درجات الحرارة ما بين الجمعة والسبت، تصل إلى 26 درجة مئوية يوم السبت، والصغرى 12 درجة مئوية، ويعود الطقس ليميل البرودة في ساعات الليل. درجات الحرارة العظمى توقع على الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة، سنبدأها شمال من إسكاكا 32 إلى 15 مع أجواء مغبرة، على 31 إلى 15 مع طقس مغبر، تبوك 32 إلى 17 مع ظهور بعض السحب والغيوم. المنطقة الغربية في جدة 32 إلى 26 مع أجواء مشمسة، المدينة المنورة 35 إلى 22 مع أجواء أيضا غالبا مشمسة، مكة المكرمة 38 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 24 مع أجواء حارة، وفي الطائف من 29 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 19 درجة مئوية. في أبها 25 إلى 14، في الباحة 23 إلى 14، وفي جازان من 32 إلى 25 درجة مئوية. في المنطقة الشرقية في الإحساء 34 إلى 23، في الدمام من 29 إلى 20، وبعض الأتربة المثارة والغبار متوقع في حفر الباطن مع عظمى متوقع 34 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى لين حوالي 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى في العاصمة 32 إلى 23، أجواء مغبرة في القصيم بعض الشيء 35 إلى 20، وفي حال من 32 إلى 18 درجة مئوية. قبل الختام، توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. الأمر الأول هو ضرورة الانتباه من شدة سرعة الرياح المتوقعة في مناطق عدة، ومن أهمية تثبيت المقتنيات الخارجية المختلفة في الخارج، الانتباه من مخاطر ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء ومن تبعات ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون. والأمر الثالث هو ضرورة الانتباه من مخاطر تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية أثناء القيادة في الطرق الخارجية بسبب الغبار والعواصف الترابية. نسأل الله السلامة لكم جميعا، وأتمنى لكم جميعا أوقات سعيدة إنما كنتم. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.